مهاجم جعلي مساعدة الفقاو من خلف للتماس يقول الحكم نياسيو أباتي رجعت له فلاميني يرفعها أباتي الكرة يستلمها أوه باتيري الهدف لا جول 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 دقيقة بعد أن قلت لكم بأنني أشم رائحة الهدف للميلانيين يفعلها جياب باولو باتيري ويسجل الهدف التاسع ويفك العقدة ويحرر الميلانيين بهدف مستحق في هذه اللحظات المهمة جدا في الدقيقة العشرين من عمر المباراة. التوزيعة من إنياسيو أباتي فعل كل شيء، استلم راقب سدد وسجل باتزيني في الثنائيات وفي الصراعات الثنائية قوي يتمكن جيان باولو باتزيني من فك العقدة وتسجيل الهدف الأول للميلانيين. هدف جاء بعد مشقة بعد صعوبات كبيرة جدا وجدها الميلان أمام الحارس فيدريكو الياردي الذي كان رائعا اليوم الى غايه هذه الكره وهذه اللقطه وهذا الهدف. تمتع بقدرات بدنيه كبيره جدا في الاسترجاع، عنده الكره دخل في المباراه مباشره على طول. بكاري تراوري وصل من هناك لإنياسيو أباتي، دخل بواتينغ، إنياسيو أباتي لبواتينغ، التوزيع من بواتينغ، با 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 جول 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 من الله ما يكون. فعلها جيان باولو باتزيني، استلم بنفس الكيفيه التي سجل بها الهدف الاول، يستلم يراوغ يدور ويسدد ويسجل الثنائي اليوم. جيان باولو باتزيني يسجل هدفه العاشر هذا الموسم بالمراعي اللازمه، واحد من اللاعبين المختصين في الكرات مثل هذه في مساحات الضيقه امام مجموعه من اللاعبين. التوزيعه من بواتينغ والاستلام من بيا من بيا من باتزيني ثم المراوغه اوب 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 من اروع ما يكون. هدف ثاني رائع من باتزيني في داخل منطقه العمليات، خطير جدا، يستلم يراوغ يسدد ويسجل وهدف ثاني للميلان. هدفا مقابل صفر، فرحه كبيره لكريستيان بياتي. بعيد الكره هذه من ديامانتي يلعبها مع قلب هجومه جابياديني، جابياديني يوزع القائمة الثانية بالراس، يا ميكسيس مرة أخرى، ميكسيس كل الكلام عليك ومع ذلك تسجل ضد مرماك في السبع دقائق الأخيرة من عمر المباراة، معاناة ما بعدها معاناة لميكسيس، كان فيه كلام على وسط دفاع فريق الميلان وسوء التفاهم بين كل من ميكسيس وزفاطا والأخطاء الكثيرة التي يرتكبها ميكسيس، هاول الآن يقول لهم لا أرتكب خطأ ولكن أنا الذي أسجل ضد مرمايا. مكساس لو يوجد الميلان واحد اقل منك قوه في الدفاع ما تزيدش تلعب في الميلان.